السلام عليكم. في فيديو اليوم راح نتكلم عن الحب وأهمية الحب في حياتنا. ولما أقول الحب فأنا أقصد الحب بشكل عام، حب الأخ لأخيه، حب الصديق لصديقه، حب الجيران لبعضهم وخوفهم على بعض، الحب اللي يضيف لحياتنا معنى وطعم وقيمة، الحب اللي يطهر قلوبنا من الأحقاد والكراهية، الحب اللي يجعل كل شخص منا إنسان حقيقي. من الخطأ الشائع أنه لما نختصر علاقة الحب بين الرجل والمرأة فقط أو العكس تماما، لا، الحب أوسع وأشمل وأكبر بكثير. الحب يجي فجأة من غير أي استئذان، يجيك من غير استئذان ويمكن ما يجيك أبدا، لكن الحب مثل الرزق، ورزق من عند الله والله كريم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لسيدتنا عائشة رضي الله عنها: إنما رزقت حبك. فيا رب رزقنا الحب اللي يخلي حياتنا أفضل. أتمنى لكم حب سعيد. إيش رأيك بالكلام؟ مرة حبيت. إيه صح؟ طيب بمناسبة يعني كلامك الجميل هذا بسألك سؤال. إيه تفضلي. أنت عمرك حبيت؟ إيه طبعاً. أحبك أنت، أحب أمي، أحب إخواني، أحب أصحابي. بلا استهبال فاهم، فاهم قصدي كويس. إيه فاهم قصدك. جاوب. لا أنا ما أحب. كيف لا؟ الحين عمرك 29 سنة ما قد حبيت يعني ولا مرة؟ إيش دخل الحب بالعمر؟ بالنسبة لي أنا الموضوع يعني ما له ارتباط بالعمر. موضوع قضاء وقدر، يعني فجأة كذا ممكن يصير معك. يعني ما أنت ناوي تحب؟ قصة اليومين أنت؟ لا هو ما في قصة، بس أمس شفتك في الحلم إن أنت تزوجت. لا والله؟ كيف زوجتي؟ لا يعني ما شفتها. تمام.